بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي مع حل تدريبات وتطبيقات على تحقيق المجاز من أول دروسنا في البلاغة من كتابنا كتاب البرهان صفحة 7. التعبير الحقيقي هو الذي يدل على معنى حقيقي، مثل نهر النيل أطول أنهار العالم، النيل يبكي، نهر النيل يئن. هنا صورت نهر النيل بإنسان يبكي أو يصرخ، فهنا التعبير مجازي. 1. يميز العبارة التي وردت فيها كلمة الإيمان بصورة مجازية. الإيمان شمس تملأ الروح إشراقا وسعادة، طبعا ده تعبير مجازي. صور الإيمان بشمس تملأ الروح إشراق وسعادة. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ده طبعا ده حقيقة. يسعد المؤمنون بإيمانهم ويطمئنون، دي تعبير حقيقي، ده بيعبر عن حقيقة الإيمان. قال يجب تطبيق مفهوم الإيمان بالله في سلوكنا حقيقي، يبقى هناخد رقم ألف. تعبير المجازي الإيمان شمس تملأ الروح. رقم 2 ميز العبارة التي وردت فيها كلمة النور بصورة حقيقية. يزيل نور العلم ظلام الجهل، ده تعبير مجازي. صور العلم بضياء يزيل الظلام، أو بنور يزيل الظلام. يزيل نور العلم ظلام الجهل، ده تعبير مجازي. يشبه العلم بالنور الذي يزيل الظلام. أنزل الله النور على سيدنا محمد، طبعا النور ده اسم، يعني ايه طبعا هو المراد القرآن الكريم، يبقى هنا يشبه القرآن بنور أو بضياء نزل على سيدنا محمد، يبقى تعبير مجازي. تقل الرؤية إذا انطفأ النور، ده طبعا كده تعبير حقيقي. يعيش في النور كل إنسان شريف، طبعا هنا في النور المقصود بيها أنه هو إنسان واضح وإنسان لا يخاف من شيء، يبقى تعبير مجازي. يبقى احنا هناخد رقم جيم، اللي هي العبارة التي وردت فيها كلمة النور بصورة حقيقية. 3. الأسد نقط، أكمل مكان النقط بما يجعل التعبير حقيقيا. طبعا إذا قلت الأسد ابن الغابة، ده تعبير مجازي، لأن احنا صورنا الغابة بأم هو الايه الأسد، نابه سكين، هنا برضو مجازي. يشبهنا أنياب السكين، شبهنا أنياب الأسد بسكين حاد يقطع. زئيره رعد، شبهنا صوت الأسد، طبعا زئير معناها صوت الأسد، شبهناه برعد اللي هي الصواعق الشديدة. لكن التعبير الحقيقي شعره غزير، يبقى 3 خدنا رقم جيم. الأسد شعره غزير، هنا تعبير حقيقي. ما كنت أحسب أن الخبز نقط، مكان النقط بما يجعل التعبير مجازيا، طبعا غالي ثمنه، دي حقيقة. مذاقه مختلف حقيقة. صانعه ماهر حقيقة أو حقيقي. يبقى فاكهة الفقراء، ده تعبير مجازي، أي عندما أقول الخبز فاكهة الفقراء، فهنا شبهت الخبز بالفاكهة، ده تعبير مجازي. يبقى 4 خدنا رقم دال. 5 لا تغرق نفسك في الأحزان، ميز التوضيح المناسب للتعبير المجازي السابق. تصوير للنفس بشخص يسبح، طبعا هنا ده تعبير حقيقي، أو يعني إيه ده مش التصوير المقصود، لا هو صور الأحزان بنهر ويغرق فيه السابح، صور الأحزان بنهر يغرق فيه السابح. ما ينفعش تصور للنفس بنهر من الأحزان، ولا تصوير للنهر بالأحزان، إيوه صور الأحزان بنهر يغرق فيه السابح. 6 قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ميز مما يلي الصورة التي رسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام. طبعا هنا صور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بيت دعائمه 5 صلوات، أي أن طبعا صور البيت الذي قام ببنائه 5 أفراد، طبعا ما ينفعش قام ببنائه،
صورة الرجل الذي يبني بناء على 5 حجرات. طبعا هنا التعبير هنا إن هو البناء الذي يقوم على 5 أعمدة رئيسية وبدونها يتهدم البناء وينهار. وبني الإسلام على 5. تصوير صورة تصوير الإسلام بالبناء الذي يقوم على 5 أعمدة رئيسية وبدونها يتهدم البناء. هذه الصورة التي رسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لدين الإسلام. فقال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. ما يسمى هذا في الشاعر بتصوير اللؤم على أنه شيء دنس. طبعا تصوير اللؤم بشيء دنس هنا الغرض منه ضرورة الحفاظ على الأعراض والأخلاق والطهر، ضرورة الحفاظ على الأعراض والأخلاق والظهور بين الناس بسبب جميلة راقية. طبعا ليس هو التصوير المراد أو المقصود. التحذير من اللؤم وسوء العاقبة وبيان العلاقة بين الأعراض والأخلاق. طبعا هنا ده ولا ينفع بيان أهمية الأعراض في رفع مكانة أصحابها وظهوره بشكل لائق. اجتناب اللؤم في بعض المواقف، طبعا الإنسان يجتنب اللؤم في كل المواقف، يبقى نحن ناخد رقم باء. التحذير من اللؤم وسوء الأخلاق وبيان العلاقة بين الأعراض والأخلاق. صفحة 8 من كتابنا كتاب البرهان، تدريبات على الحقيقة والمجاز، من أول درس من دروس البلاغة. قال الشاعر: فما للرمح في جسمي نصيب ولا للسيف في أعماقي قوت. استنتج المعنى الذي نقله التعبير المجازي في البيت السابق. بطء الشاعر في حمل الرمح والسيف، طبعا ده ليس المقصود. ضعف الشاعر عن حمل الرمح والسيف، طبعا لابد أن يكون قوي ويتحمل. قوة تحمل الشاعر الألم الجسدية لا هي براعة الشاعر ومهارته في الحروب. براعة الشاعر ومهارته في الحروب، ده دلالة التعبير. 9. سقط الكذاب من نظر الناس، حدد دلالة التعبير المجازي. طبعا هنا الكذاب شبهناه بشيء يسقط ويهوى من أعلى، ده بيدل على الخفة والضعف ولا الإهمال وعدم التقدير ولا الابتعاد وعدم الرؤية ولا التحطم والألم. طبعا يدل على الخفة والضعف، إن هو طبعا لا يثق الناس بالإنسان الكذاب، يكون ضعيف المكانة وضعيف المنزلة وخفيف العقل لدى الناس، أو ينظر إليه الناس بخفة واستهزاء. 10. قال الشاعر: فإن أمرض فما مرض اصطباري وإن أحمم فما حم اعتزامي. حدد نوع التعبيرات أمرض ومرض وأحمم وحمى حسب ورود في على الترتيب. طبعا أمرض ده تعبير حقيقي، مرض اصطباري ده تعبير مجازي، بنا هناخد حقيقي ومجازي، ما عنديش غير واحدة بدأ بحقيقي ومجازي، يبقى احنا بناخد كده رقم ألف. وبعدين أحمم طبعا يصاب بالحمى، ده تعبير ده حقيقي. حمى اعتزامي، هنا طبعا شبه الاعتزام بإنسان أو بمرض أو بحمى تصيب الإنسان، يبقى حقيقي ومجازي، يبقى احنا هناخد رقم ألف. تعبير حقيقي ومجازي، يبقى 10 خدنا رقم ألف. 11. حدد مانع البيت الذي يعد تعبيرا مجازيا. ولقد يفر المرء من شر يرى فيه المهالك وهو خير دان. ده كده يفر من شر يرى، يعني تصوير للشر بحيوان يفر منه الإنسان، يبقى ده كده مجازي. يسرني أن قاتلي في سجنه محبوس، ده حقيقي. ما من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ده تعبير حقيقي. قال للناس زر سعيد بن تالم، قلت للناس لا أزور سعيدا، ده تعبير حقيقي. 12. حين وصلت إلى الغابة اجتاحتني نسمات الهواء الباردة وأحسست بأنني دخلت عالما خياليا، حيث يمكنني التحدث إلى الحيوانات والأشجار. بين مما يلي نوع التعبير الذي لجأ إليه الكاتب في العبارة السابقة. أكثر
أكثر من التعبير الحقيقي. طبعا هنا مفيش غير جملة واحدة بس تعبير حقيقي والباقي مجازي، يعني اجتاحتني نسمات الهواء، أحسست بأني دخلت عالما خيالية يمكنني التحدث إلى الحيوانات. كل دي تعبيرات مجازية، استخدم كل التعبيرين بقدر متساوي. احنا قلنا هنا استخدم جملة واحدة حقيقي والتلاتة مجازي، اعتمد على التعبير الخيالي دون غيره. طبعا لا، يبقى انا نقول اكثر من التعبير الخيالي، لان جملة واحدة تعبير حقيقي وثلاث جمل تعبير مجازي. يبقى انا 13 حدد الجملة التي تمثل تعبيرا حقيقيا. وعاتب ظهرا لا يلين لناصح، هنا طبعا مجازي، صور الظهر بقناة لا تلين، هنا يبقى تعبير مجازي. أخف الجوى والدمع فاضحي، ده تعبير مجازي، شبه الجوى بشيء يخفى. قد أبعدوني عن حبيب أحبه، ده طبعا ده تعبير حقيقي. قومي مع الأيام عون على دمي، ده تعبير مجازي. يبقى احنا هناخد 13، خدنا رقم جيم. 14، قال عنترة بن شداد: سكت ففر أعداء السكوت وظنوني لأهلي قد نسيت. استخرج من البيت السابق تعبيرا مجازيا واستنتج ما يوحي به. سكت يوحي بحلم عنترة، ده تعبير حقيقي. غر أعداء السكوت يوحي بتوهم الأعداء، ده كده مجازي. ظنوني يوحي بغفلة الأعداء. لأهل قد نسيت يوحي بغضب عنترة، ده كل ده تعبيرات حقيقية. يبقى 14 أعدائي السكوت. 15، قال عنترة: وما وجد الأعداء في عيبا فعابوني بلون في العيون. حدد نوع التعبير في صدر البيت وبين ما يوحي به. هنا طبعا تعبير حقيقي ولا تعبير مجازي، حقيقي ولا مجازي. طبعا ما وجد الأعداء فيه عيبا، يعني صور نفسه بشيء يفحص ويعني يحاول الأعداء الوصول إلى عيب فيه ولكن لا يستطيعه، يبقى ده تعبير ايه؟ تعبير مجازي. بعد حقيقي ونبعد، يعني بعد ألف ومبعد باء، اتفضل عندي جيم واتفضل عندي دال. طبعا هنا بلون في العيون يوحي بنقاء عنصره، وهنا تعبير ايه؟ تعبير يوحي بقوة عنترة. يبقى احنا هناخد 15، هناخد رقم جيم. ما الفرق بين الطهارة والأصالة؟ الطهارة عن الرجس والدنس، يعني ان هو انسان طاهر نظيف يعيش في طهارة. أما الأصالة فهي النسب، هنا طبعا نقاء العنصر، يعني إن عنصره عنصر إيه؟ عنصر طيب. 10، صفحة 9 من كتابنا كتاب البرهان. حدد الجملة التي تمثل تعبيرا حقيقيا. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، طبعا هنا شبه الحقد بشيء يحمل، فده كده تعبير مجازي. من يكن عبد قوم لا يخالفهم، ده طبعا حقيقي لأن العبد لا يخالف سيده. لا ينال العلا من طبعه الغضب، طبعا العلا بشيء يسعى إليه، يبقى تعبير مجازي. وأشرب من كأس المنية، شبه المنية بكأس يشرب منه، يبقى تعبير مجازي. يبقى احنا هناخد رقم 16، هناخد رقم باء. 16، خدنا رقم باء. 16، حدد من بين البدائل الآتية البيت الذي عبر عن معنى حقيقي: تناغي الطيور وشكوى الغدير ولطف الزهور وسحر القمر. طبعا شكوى الغدير يعني تعبير ايه؟ مجازي. أمل تبسم، ده تعبير مجازي. أمضي ناحة أم لوز قطن ضاح كالفلاحة، ده تعبير مجازي. وكيف يقر القرب ما دام قلبه يفرق منه البعد ما يجمع، ده كده مجازي. يبقى الحقيقي: ضرب القتيل ببعضها فارتد بين الناس حيا. وانا طبعا هنا يتحدث عن بني اسرائيل. 17، خدنا رقم جيم. 18، حدد من بين البدائل الاتية الجملة التي عبرت عن معنى مجازي: حطمنا حصون العدو.
ده كده حقيقي. القدماء المصريين عرفوا الزراعة جملة أو تعبير حقيقي. قلما الإسلام أظافر الفقر، ده مجازي، بها الفقر بوحش تقلم أظافره. المروءة أن توقر الكبير والصغير، ده حقيقي. يبقى أنا هناخد رقم جيم. قلما الإسلام أظفار الفقر، هنا تعبير مجازي، فقر بوحش تقلم أظفاره. 19، حدد من بين البدائل التعبير الحقيقي. مد هذا اللص عينيه في الطريق، ده كده تعبير مجازي. القدس زهرة المدائن، ده كده مجازي. تغني الطيور بعزب الألحان، تغني الطيور بعزب الألحان، هنا طبعا هنا بيشبه أو صوت الطيور باللحن الجميل، ده كده مجازي. ده تقي في تاريخنا الكثير من البطولات. 20، قال الشاعر لإله الورى ودائع شتى، غير أن الربيع أغلى وديعة. هنا طبعا الورى يعني الله سبحانه وتعالى وهب الطبيعة صفات شتى، وطبعا منها الربيع، ده أغلى ما في الكون وأجمل ما في الكون. نوع التعبير السابق من انحس الحقيقة والخيال، هل هو حقيقي ولا الشطر الأول مجازي والثاني حقيقي؟ طبعا هنا الطبيعة ودائع، بشبه ما وهب الله سبحانه وتعالى للطبيعة بوديعة، يبقى هنا تعبير تعبير مجازي وليس حقيقي. يبقى انا هناخد رقم جيم، تعبير مجازي. اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو اعجاب، وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم ان شاء الله.